كانت الولايات المتحدة قرابة 2250 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع. هذا وتعتزم ولايات جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا تخفيف إجراءات الإغلاق بالرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن مثل هذه الخطوات قد تكون مبكرة جدا. هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي حاجز 100,000 مصاب، لتكون بذلك الولاية الثانية الأكثر تضررا من تفشي الوباء بعد نيويورك. معنا الآن من واشنطن الدكتور عماد بوضو، الطبيب والباحث الأمريكي السوري. دكتور عماد مساء الخير. بالنسبة للأرقام التي أعلنت في الولايات المتحدة الإيجابية طبعا نسبيا، ما الذي يمكن أن نقرأ فيها؟ مساء الخير ورمضان كريم عليك وعلى الإخوة المشاهدين. وعليك دكتور. الوباء يشهد تراجعا الآن، تراجع مقبول، لكننا لازلنا في بداية مرحلة التراجع، ونتأمل أن يستقر هذا الموضوع بشكل أوضح في الأيام القادمة، وبشكل خاص نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقدوم فصل الصيف. لذلك بانتظار التحسن في أعداد المصابين وأعداد الوفيات. أليس هناك مخافة دكتور من أن هذه الأرقام قد تعطي انطباعا خاطئا أو سابقا لأوانه بأن الأمور تتحسن؟ لأنه كما حدث في دول مختلفة تنخفض الأرقام وما تلبث أن تعاود الصعود مرة أخرى. بشكل عام الأرقام التي تأتينا من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا في البداية حتى بلغت الذروة، ثم بدأت بالانخفاض تدريجيا كما يحدث في إيطاليا كما يحدث في إسبانيا، وفرنسا بدأت بالانخفاض. هناك منحنى بياني يرسم نفس الفيروس في كل مناطق انتشاره، لكن طبعا من ناحية الولايات المتحدة هناك ولايات وصلت للذروة وبدأت تراجع مثل ولاية نيويورك، هناك ولاية وصلت للذروة اليوم هي نيوجيرسي، هناك ولايات لا نعرف إن كانت في مرحلة صعود أم أنها ستشهد المنحنى البياني المنخفض كما حدث في كاليفورنيا وولاية واشنطن. لذلك نتيجة تعدد الولايات هناك استطلاعات أو نتائج متفاوتة نلاحظها حاليا. الولايات الثلاثة التي ذكرناها في الخبر والتي قررت البدء الجزئي في تخفيف أوامر الإغلاق وحظر التجول هي ولايات يتصادف أنها جمهورية، لذلك يطرح السؤال هل اتخذ حكامها القرار بناء على معلومات علمية وطبية دقيقة أم أن الأمر سياسي بتوجيه من البيت الأبيض؟ ليس بتوجيه من البيت الأبيض، لكن كما نرى هناك ثمن بشري وهناك ثمن اقتصادي لوباء كورونا، والثمن الاقتصادي ليس سهلا، بالعكس إن الثمن الاقتصادي وانعكاسات استمرار سياسة العزل والحجر ستكون كبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي. لذلك هناك ضرورة في العالم للعودة لما يمكن اعتباره قريب من الحياة الطبيعية. طبعا في الولايات المتحدة هناك انقسام حاد في الجو السياسي، لذلك ترى إذا شاهدت إنسانا يرتدي كمامة فعلى الأغلب هو ديمقراطي. تصور أن الانقسام وصل إلى هذا الحد. إذا كان هناك أبحاث إيجابية حول الهيدروكسيكلوروكوين فالإعلام المعارض للحكومة الأمريكية سيشكك في مصداقية التحليل. هناك انقسام صحيح في الساحة السياسية، لكن سياسة العزل والحجر ليس بإمكانها الاستمرار لفترات طويلة لأنها تحمل مخاطر بتدمير الاقتصاد بالكامل. مفهوم. نحن شاهدنا الآن في السويد مثلا، السويد لم تتبع إجراءات العزل والحجر، بالطبيعة كانت عدد الإصابات مرتفعة حوالي 20,000، وكانت عدد الوفيات 2,300، رغم أن البلدان المجاورة للسويد ناسية إلى عدد السكان كان عدد الوفيات بحدود 500 فقط. نعم نعم. لذلك
الخيارات ليست سهلة. وباء كورونا ترك أمام البشرية مجموعة خيارات أحلاها قرب، واضح بين جدا. أن تغلق شكرا لك دكتور. نعم شكرا دكتور عماد بوذ، هو الطبيب والباحث الأمريكي السوري، شكرا لك.